Under the Banner of Heaven، مسلسل قصير مكون من موسم واحد، مكون من 7 حلقات، كل حلقة تقريبا مدتها ساعة ما عدا الحلقة الأخيرة مدتها ساعة و30 دقيقة. إنتاج 2022، دراما وغموض وجريمة، متوفر كاملا للمشاهدة أونلاين وعلى ديزني بلس. لا يصلح لمن أعمارهم أقل من 15 عاما. المسلسل شارك بعدة مهرجانات. المسلسل مقتبس من أحداث حقيقية. قصة المسلسل في إطار من الجريمة والدراما، تدور الأحداث بعد وقوع جريمة قتل وحشية وغامضة، حيث يتولى القضية محقق يسعى لحل اللغز وكشف علاقة عائلة تتبع طائفة دينية متعصبة بالأمر. السيناريو والحوار، المسلسل بشكل عام تقيل على مستوى الحوارات، وكل حلقة واخدة حقها بزيادة على جميع الأصعدة. السيناريو حبكته جيدة جدا وذو عمق متميز. الحلقة الأولى بداية صادمة ودخول في الحدث الصادم مباشرة، افتتاحية قوية. بعد كده الحلقات في المنتصف التعريف الشخصيات الأساسية، بعد كده بنعرف خلفيات شخصياتنا الدرامية ولقطات فلاش باك بالتزامن مع الأحداث، وكانت فعلا متميزة وأضافت الكثير للدراما لغاية ما بنوصل الحلقة الأخيرة مميزة جدا وصادمة أيضا. السيناريو تميز في كتابة الخلفيات الدرامية للشخصيات والحوار، الإخراج وتصوير الإضاءة. أول حاجة هتلفت انتباهك هي الكادرات السينمائية ذات التكوينات المتقنة جدا، حتى الإضاءة اللي بتساعد بشكل كبير في التكوينات واللوح الفنية اللي بنشوفها في كل لقطة تقريبا. الإخراج في أغلب الحلقات كلاسيكي، حركة الكاميرا متميزة. واضح إن المخرج اعتمد في تقسيم المشاهد لقطات على لقطات كلاسيكية، بحيث إنه بيأسس المشهد بلونج شوت وبيقطع من ميديم إلى كلوز وزاوية في الغالب ميديم أنجل، ووفق المخرج بأسلوبه. وأيضا أضاف بعض المشاهد اللي بها تأسيس المشهد بحركة كاميرا تدرس، استغل حركة الكاميرا للتغلب على الملل في بعض المشاهد الحوارية. التصوير جودة رائعة، كمل الإخراج وتحس إن المخرج هو مدير التصوير. الإضاءة أكثر من رائعة، إضاءة مشاهد الليل تدرس، إضاءة درامية رائعة، الموسيقى اختيارات ملائمة لأجواء المسلسل، المونتاج متميز جدا وبيعمل تتابع وتوازن رائع في النقل بين اللقطات والفلاش باك، سلس بدون مشاكل. الممثلين، بطل العمل قام بأداء رائع، رشح لجوائز عديدة لدوره وفاز بجائزة أحسن ممثل عن دوره في المسلسل. اختيارات جميع الممثلين تم بشكل مثالي وقاموا بأداء متميز جدا، ده دليل واضح إن توجيه المخرج السيناريو ليهم كان متميز بتفاصيله. الديكور، فريق عمل الديكور قاموا بعملهم بشكل متميز. المسلسل بيتكلم عن حقبة زمنية مليئة بالتفاصيل، وهتقدر تشوف ده من خلال جودة اللقطات ذات التكوينات المتميزة ومناسب تماما للحقبة الزمنية اللي بيدور فيها المسلسل. أثار المسلسل انتقادات في أوساط المنتمين إلى الطائفة الدينية اللي بيتكلم عنها المسلسل، الذين قالوا إنهم يتعرضون للتشهير ومحاولات تشويه صورتهم من خلال المسلسل، وكرروا اتهامات لصناع العمل بأنهم يسعون لاتهام كل دين عموما بأنه عنيف في جوهره. المسلسل متماسك في جانبه الفني، حيث يسير خط السرد بنفس القوة في المستوى العام والشخصي وتحرك الأحداث العام الذي يخلق تتابعا دراميا مشوقا. المسلسل بشكل عام جيد جدا للمشاهدة، مسلسل قصير وحلقات واخدة حقها بزيادة على جميع الأصعدة. مستعدة لمسلسل حواري درامي تقيل، وأوقات هتوصل للتعب من المجهود اللي بتبذله والتركيز في الحوار اللي مكتوب بعناية. أنصح بالمشاهدة. تقييمي للمسلسل هو 7.5/10.